بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا. فيديو غريب شويه او فيديو جديد شويه هعرفكم فيه عن نفسي، اعرفكم الاديوكيشن اللي انا حصلت عليه، واعرفكم الستودنت اكتيفيتيز او الانشطه التطوعيه اللي انا شاركت فيها، وهنتكلم شويه عن الكارير بتاعي او البلانز بتاعتي المستقبليه، بحيث ان هو الناس تعرف مين محمد اللي ورا فيديوهات اليوتيوب اللي انتوا بتشوفوها. فانت لو شايف انك عندك حاجه مهمه وحابب تخلصها فممكن تروح تخلصها. لو انت حابب تتفرج على الفيديو هتلاقي التايم ستامبس بتاعت كل حاجه من دول موجوده في الفيديو ديسكريبشن، وبرضه ما تنساش تشترك في القناة وتقول لنا كده الأسئلة اللي انت حابب تعرفها عني علشان أجاوب لك عليها في فيديو تاني، أو يعني نفتح أفاق لفيديوهات جديدة من نوع اللي هو بتاع اللايف ستايل اللي الناس بتحبه، زي مثلا ازاي بذاكر، ازاي بخلص التاسكات بتاعت ريسيرش، ازاي بقرأ كتب معينة. فهو كل الحاجات دي كلها بتكون لطيفة خالص، والناس بتحب انها تتفرج على الحاجات دي في اليوتيوب أكتر من الفيديوهات بتاعت البحث العلمي. هيكون في فيديوهات بحث علمي أكيد طبعا، ولكن من باب التنويع في محتوى القناة ومن باب البرودكتيفيتي او الانتاجيه علشان نساعد الناس انها تكون مور برودكتيف. بتوع اليوتيوب يقول لك without further ado من غير كلام كتير، فيلا بينا. طيب حاليا انا في اخر سنه في كليه العلوم جامعه عين شمس، وانا ما انصحش اي حد ان هو يدخل كليه العلوم وخصوصا جامعه عين شمس، لان هي يعني ملهاش اي لازمه خالص. وممكن ناس من اللي بيتفرج عليا في الفيديوهات يزعلوا من الكلام ده، ولكن التعليم فيها معقد وفي تفاصيل كتيره وفي محتوى كتير وحاجات زي كده، ولكن بعيده كل البعد عن اي حاجه في اي حاجة في حياتك مستقبلا. فيعني الموضوع ده مش مقتصر بس على عين شمس، الموضوع ده مقتصر في كليات كتيرة، ولكن انا انصح الناس انها تدخل اي حاجة ريليتد بعين شمس غير علوم عين شمس. قبل الكلية بتاعت علوم كنت خريج ثانوية عامة عادي خالص، ولكن كنت حابب ان انا اسافر ادرس في امريكا، فامتحنت الـ ACT والـ SAT والـ SAT Subject Test والـ TOEFL، وجهزت كل المواد والـ Preparation والـ Personal Statement والـ Recommendation Letters. تقريبا عملت كل حاجة علشان اقدم في امريكا، وقدمت في امريكا فعليا واتقابلت في كام جامعة في امريكا. ممكن من ضمن البلانز بتاعتي في اليوتيوب تشانل دي ان انا اتكلم عن فيديوهات ازاي تجهز الحاجات دي علشان تسافر برا، لان انا عندي كان عندي اكسبيرينس كبيرة بالموضوع. فخلينا نرجع كده شوية ونشوف الاكسبيرينس دي جات ازاي. في تانية ثانوي، في اول تانية ثانوي، كنت رحت حضرت كورس مع في انوار رسالة مدينة نصر مع فريق اسمه MYC كان تابع الازهر اللي هو Move Your Cheese. فحضرت الكورس فقابلت حد، الكورس كان لطيف جدا، قابلت حد في الكورس هناك قال لي انك ممكن تروح تحضر حاجات يعني practicing للإنجليش بتاعك في السفارة الأمريكية، كان اسمها الـ IRC الـ Information Resource Center أو المكتبة بتاعت السفارة الأمريكية. فساعتها قال لي أنت لازم تخش ببطاقة، أنا ما كانش معايا بطاقة، ما كنتش كملت 16 سنة لسه. فانتظرت أول ما طلعت البطاقة على طول بشهرين ورحت للـ IRC. كان بالنسبة لي تجربة يعني جديدة كليا، انا اصلا من العاشر من رمضان، فسافرت رحت السفارة، وبعدين طريقة الدخول هناك، طريقة انك تشوف الاجواء بتاعة السفارة الامريكية، انك تشوف امريكانز، كان رقم العضوية بتاعي كان 450، يعني كان حاجة يعني قليلة خالص، في حين ان العضويات هناك دلوقتي وصلت اكتر من 10,000 عضوية. كان ايام زمان كان يوم الاربع معروف ان هو بتاع الانجليش كونفرزيشن كلوب او نادي المحادثة الانجليش. كان الناس الامريكان ايام زمان كان تيجي تقول لنا، كان يعني وانت قاعد في المكتبة يجوا يقولوا يا جماعة مثلا تعالوا ونعمل انجلش كونفرسيشن كلوب، تعالى نعمل لعبه بتاعه السكرابل، تعالى نعمل وات ايفر ايه. فكان يعني مكان البراكتسنج للانجلش بشكل كبير جدا، وده بيدي ثقه بقى، يعني ده انت بتمارس انجلش مع امريكانز، فده بيديك ثقه كده انك يعني الانجلش بتاعك كويس وشغال ولا باس به. هناك برضو اتعرفت على فريق اسمه جي او ال، فريق جول. فريق جول ده فرق في حياتي كتير جدا، لان ده تقريبا اول نشاط انضم ليه او اول فريق يعني اشترك فيه. فالفريق ده كان مهتم بالسوفت سكيلز، كان بيعمل مثلا حاجات هاو تو براند يور سيلف، ازاي تعمل ماركتنج، ازاي تبرزنت يعني ا جود برزنتيشنز. انا حضرت معاهم كل المحاضرات دي، كنت ممبر في التيم، كنت ممبر فعال في التيم، فده ساعدني بشكل كبير جدا ان انا برضو اتعرف على ناس. الناس اللي في التيم ذات نفسها كانت ناس يعني عندها اكسبيرينس لطيفه جدا وبتشاركها كده بكل اريحيه، ففعلا التيم فرق معايا بشكل كبير جدا. اتعرفت من التيم بقى او من السفاره وردت نفسها عن حاجة اسمها Education USA. الـ Education USA عرفت منها برضو حاجة اسمها Competitive College Club، ودخلت الـ Competitive College Club، أو ده مكان كده أو مجموعة من الناس بيساعدوا بعض إنهم يذاكروا امتحانات ويدرسوا ويجهزوا نفسهم علشان يتقبلوا في أمريكا. وفعلا فيهم ناس من هارفارد، فيهم ناس من بنسلفانيا، فيهم ناس من يعني من مصر بس درسوا في الجامعات دي. فهو كان يعني Competitive College Club بمعنى يعني حاجة قوية جدا، حاجة لطيفة جدا. فانضميت ليها وبعدين امتحنت الامتحانات دي. الامتحانات اللي أنا امتحنتها في أمريكا فرقت
في شخصيتي بشكل كبير جدا. عرفتني مثلا لو حد بيتفرج على القناة من الثانوية العامة وامتحن الاي سي تي او السات، هيعرف ان الحاجات دي اولا بتخلي مستواك في الانجليش قوي جدا، ومادة او امتحان زي الاي سي تي ده كان بيخليك تجاوب على باسجز بتاعت انجليش، والباسجز صعبة شوية في وقت زمني صغير. فكان بالنسبة لنا احنا يعني حد خريج ثانوية عامة كان افورت في الانجليش بشكل كبير جدا، ولكن الافورت ده يعني فرق في شخصيتي مستقبلا، ان انا بقيت بقرا الابحاث العلميه بسهوله، الانجليش بالنسبه لي ما بقاش معضله. يعني في يعني مهارات كتيره جدا الواحد اكتسبها في الاكسبيرينس دي، وفعلا كانت رحله تستحق بشكل كبير جدا. طيب فكل الكلام ده حصل وانا في ثانويه عامه، لدرجه ان انا قدمت محاضرات عن الانجليش، هاو تو امبروف يور انجليش، وانا في ثانويه عامه في انوار رساله هنا في العاشر من رمضان. كانت اكسبيرينس وانا في سن صغير خالص، وكانت اكسبيرينس لطيفه بشكل كبير جدا. يعني لو بصيت بقى على المصدر بتاع الحاجات دي كلها، كانت ان انا حضرت كورس بتاع انجليش في انوار رساله مدينه نصر. بالنسبه لي دي كانت اول مره ان انا اسافر فيها القاهره من العاشر من رمضان للقاهره لوحدي. ففكره يعني احنا لو هنطلع بحاجه من الموضوع ده، هو انك لازم تيك الريسك وتاخد الاكسبيرينس كده. ممكن حد يقول لك ده تيك ريسك يا عم انت هتروح القاهره، بس بالنسبه لحد ما راحش القاهره خالص، بالنسبه لحد ما عرفش اي حاجه في مصر، بالنسبه لحد الموضوع يعني لسه برضو سن صغير تانية ثانوي، كان اغلب حاجاته كلها هنا في العاشر من رمضان، فانه يسافر لوحده وانه يعني يحضر حاجات زي كده لوحده، دي من ضمن الحاجات اللي فرقت في شخصيتي انا بشكل كبير. وبعدين لغايه لما دخلت كليه علوم انضميت، كان عندي برضو اهتمام بالبحث العلمي في الثانويه العامه، ولكن كان حاجات بسيطه كده. انضميت لاصدقاء مدينه زويل، وكنت يعني ماسك اللجنه التنظيميه في اصدقاء مدينه زويل. فاصدقاء مدينه زويل ادتني برضو الكوميونتي الجديد، يعني انا كنت في كوميونتي متعلق بالسفر بره، كنت اعرف كتير وما زلت اعرف كتير جدا عن السفر بره. وبدخلت كوميونتي جديد مهتم بالابحاث العلميه والريسيرش، انك تحضر مثلا المؤتمرات بتاعه مدينه زويل. يعني انا حضرت المؤتمر العلمي الاول بتاع مدينه زويل، وكان حاجه جامده جدا. يعني كنت بقى بحضر الحاجات دي في مدينه زويل، وكنت بقابل بروفيسورز هناك من مدينه زويل، فكان هم برضو موتيفيشن او حافز ان الواحد يشتغل في الساينس والبحث العلمي. وهو ده يعني انا كنت بعرف في البرمجه، وكنت بعرف في الديزايننج والحاجات دي كلها ايام زمان، ولكن الكوميونتي الجديد ده هو اللي خلاني احب العلوم والساينس وما الى ذلك. فتقريبا يعني محاضره او محاضرتين حولت الكونسبت كله من ان انا ادخل مثلا علمي رياضه في الثانويه العامه لان انا ادخل علم علوم. وبعدين اتعرفت على دكاتره من مدينه زويل، وكنت حابب الريسيرش، وحاولت اكتر من مره ان انا اشتغل في ريسيرش، واسست الفريق بتاعنا تترا بلويد تيم، كنا مجموعه من الناس. واي حاجه في الحياه كلها بتبدا صغيره وبتكبر. يعني قناه اليوتيوب دي كان ايام زمان مثلا ما كنتش اتخيل ان انا الاقي عليها 100 سبسكرايبر، وكون ال100 دول كنت بدخل اشوف كده انا عايز اعرف مين اللي عمل لي سبسكرايب دلوقتي، مين يعني مين اللي عمل حاجه زي كده عندي على اليوتيوب. فيعني الموضوع بيكبر، وصلنا مثلا دلوقتي اكتر من 4000 سبسكرايبر. فانت لو جيت فكرت كده، يعني في 4000 شخص، يعني السبسكرايب ده غالي يا جماعه في مصر، اللي هو مش غالي في الفلوس بس الواحد انا كمحمد يعني لما باجي ادوس على سبسكرايب كده يا لهوي، القناه دي لازم تكون قناه جامده علشان ادوس سبسكرايب. واي ثينك ان هو الموضوع ده بالنسبه لكل الناس او فئه كبيره من الناس بتعمل كده. ففكره ان يكون عندك اكتر من 4000 شخص متابعين القناه بتاعك، اكتر من 75000 فيو، الارقام دي كلها ارقام كبيره جدا الواحد ما كانش يتخيل ان هو يوصل لها، ولكن الارقام دي كلها بتبدا من الصفر. فهو يعني ممكن اسجل فيديو كامل عن ازاي تبدا يوتيوب شانل بتاعتك. فهو كل حاجه بتبدا صغيره وبتكبر. نفس النظام بالظبط، التيم بتاعنا كان بادئ صغير، كنا مجموعه من الاشخاص 4 اشخاص تتر بلويد علشان كده، وكنا يعني عمالين نخربط مع بعض هنا، نحضر شويه كورس من هنا، نذاكر هنا شويه ونبطل، والحاجات الطبيعيه بتاعت الهيومنز. يعني احنا في التيم ما بنمشيش كده بتطور دائم ومستمر، احنا زي اي هيومن بينج بنطلع شويه بننزل نركن شويتين في الخط وبعدين نطلع تاني، وده طبيعي جدا في اي انستتيوشن او اي منظمه. ولكن الموضوع كبر معانا دلوقتي تقريبا 40 باحث في التيم، ونشرنا 2 ريسيرش بيبرز. احنا نشرنا بحثين، بعد ما نشرنا البحثين او انا كمحمد نشرت بحثين، بعديها يعني اكتر من دكتور انا اثق في رايهم اتكلموا على فكره ان هو الموضوع مش جاست بوبليكيشن، انك تقعد تنشر في ابحاث تنشر في ابحاث تنشر في ابحاث. وفعلا يا جماعه الموضوع ده سهل، الموضوع ده مش صعب. وفي ناس كتيره جدا بتقع في التراب بتاع ان هو تفضل في السايكل بتاعه البوبليكيشنز الكتيره، يعني سيستماتيك ريفيوز والميتا اناليسز. لو انت نشرت واحد هيجي لك انفيتيشن كمان لواحد، هيكون 2 3 4 5 6 7 8. هل ده شيء سيء؟ فهو لا مش سيء، بس يعني
الادفايزرز بتوعي او الدكاتره اللي انا بثق في رايهم قالوا ان هو من المهم جدا ان يكون الابلكيشنز بتاعتك ريليتد بالفيلد بتاعك وفعلا بتضيف فاليو في يور اون بيرسوناليتي، مش بكون جاست انك عمال تريبيت الموضوع تاني. من هنا كنت يعني بخلي كل الريسيرش بروجكتس اللي انا شغال عليها ريليتد بالفيلد بتاعي، وانا بحب جدا الفيلد بتاع الموليكولار بيولوجي والجينيتكس والدي ان ايه وما الى ذلك. جربت ان انا يعني اذاكر باي انفورماتكس واكون باي انفورماتيشنز، ولكن اكتشفت ان الباي انفورماتكس مش الفيلد اللي انا حابب ان انا اكمل فيه. يعني انا هكون واحد موليكولار بيولوجيست ولكن بعرف استخدم الباي انفورماتكس تولز، يعني بعرف استخدم الداتابيز، بعرف استخدم شويه برامج، بعرف اعمل فيجواليزيشن بالار. وبرده كان الدكتور يعني الدكاتره اللي انا بثق في رايهم قالوا ان هو يعني مش منطقي ان واحد ينشر مثلا في سنه واحده 15 20 بحث، ده اللي هو يعني بينشر شهريا بحث، فهو برده يعني مش منطقي، الموضوع ده مش منطقي خالص. فالهاي كواليتي ريسيرش او الريسيرش الجوده بتاعته عاليه بيستغرق وقت، بيتطلب وقت. يعني انت لو جيت بصيت في المحاضره بتاعت نيتشر هتلاقي ان هو السيستماتيك ريفيو بياخد من 9 ل 12 شهر وممكن 24 شهر كمان، يعني ده اتليست 9 شهور. فانت لو هتعمل سيستماتيك ريفيو كويس وحاجه جودتها كويسه فتاخد لها 6 7 9 شهور مثلا، فده معناه انك مثلا بالكتير قوي 2 ريفيوز في السنه كلها علشان تطلع حاجه الجوده بتاعتها كويسه. طيب فانا ما شاركتش في student activities كتيرة almost، يعني ما اشتركتش في اي student activity خالص. انا اشتركت بس في free goal واصدقاء مدينة زويل، هما دول المؤسستين او المنظمتين وكانوا منظمات مش مجرد student activity، ففرقوا معايا في حياتي كتير جدا. وممكن اسجل لكم فيديو عن، يعني حد طلب مني قبل كده ان انا اسجل فيديو عن المشاركة في student activities وازاي تنظم ما بينها وما بين وقتك. طيب وبالنسبة للكارير بتاعي فانا مش حابب ان انا اكون اجمد حد في الكون، ولكن انا حابب ان يكون في شوية حاجات بسيطة الجودة بتاعتها كويسة ريسيرش فيلد بتاعي او في المجال اللي انا شغال فيه. مش حاب يكون عندي 150,000 ابلكيشن، مش حاب ان انا اكون اجمد حد في البايوكيمستري ولا الموليكولار بيولوجي في العالم، انا مش حاب كل الحاجات دي كلها، حاب ان الموضوع يكون بسيط لكن في فاليو كويسة. والواحد يكون، ايام زمان كنت يعني كنت مقتنع بفكرة ان هو لازم تكون شخص مميز ولازم تسيب بصمتك في الكون ولازم تخترق القوانين كلها، ولكن يعني اخر فترة دي بعد قراءة مجموعة كبيرة من الكتب، يعني الإمام مالك مثلا كان بيقول تعلمت العلم لنفسي، يعني كان بيتعلم العلم ده كله علشان نفسه هو، فاكتشفت ان هو عادي جدا 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 تكون انسان عادي، لان هو يعني فكرة انك تكون انسان عادي، عندك وظيفة بسيطة تجيب منها دخل، عندك ابحاث بسيطة بتشتغل عليها، يعني يومك بسيط عادي خالص، ده حاجة كويسة. يعني انك تكون انسان عادي ده مش حاجة وحشة، ومش لازم كل الناس اللي بتفرج على اليوتيوب تكون عندها 25 مليون سبسكرايبر، مش لازم اي حاجة ضخمة تحصل في حياة الواحد، اهم حاجة ان الواحد يكون مستمتع بس يعني شوية السنين والايام اللي هو هيقضيهم. يعني اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم ونشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.